أهلا وسهلا فيكم من جديد بجولة جديدة داخل الجامعة الإسلامية. جولتنا اليوم راح تكون بين دكاترتنا الأفاضل. لتعرفوا عن شو الجولة خليكم معنا. شو حابب تقدم هدية لزوجتك بهذا اليوم؟ ما عنديش فكرة والله. كده على طول ولا حاجة. مش أكيد مش مصاري يعني. أكيد يعني أي هدية رمزية بعيدة عن المصاري يعني. بس أنت قاعد بتصور ليش؟ أصبر شوية. بس أصبر شوية على طول دخلت فيها شمال. رمزية؟ لا ما عنديش. وهيك ورطتوني يعني. غششني عن جد مش عارف شو أقول. إيش أقدم لها؟ هو أنا أحسن هدية لها يعني. هذا المصري أنا نصرح فيه، في شغلة ما قدرش نصرح فيها. والله أنا بعملش حسابي في يوم المرأة الصراحة أقولكم يعني. والله أنا ماشي مفكر يعني، ما فكرتش أو ما خططتش لهيك يوم. بس ينزل الراتب. والله أنا بعتبر حالي أنا أهم هدية بالنسبة لها. أنا وجودي في حياتها هدية بحد ذاته. تحرجونيش كثير يعني، خلاص 20 دينار يعني. إنه زوجتي بالذات كل يوم لها عيد. والله طبعا أن وراء كل رجل عظيم امرأة، أكيد يعني زي ما بقولوا. بدنا نقول لك كل عام وانتم بخير. أمي وزوجتي يعني من غير يعني، هي مش محتاجة يوم عشان قدم لها هدية يعني. والله مش عارف يعني، هي مفيدة بتستاهل مني كل شيء يعني. والله أنا أفضل هدية لزوجتي، مش هتلاقي هدية أفضل مني صراحة يعني. يعني ممكن أهديها وردة. باقة زهور إن شاء الله. بنقدم لها الحب أهم شيء، رقم واحد. إشي مادي أكيد يعني، إن شاء الله بيكون في فرصة نقدم لها شيء مميز بإذن الله تعالى. بدها ذهب، بدها حاجة، إحنا جاهزين. إيش هي بدها؟ إحنا جاهزين إن شاء الله. هي تطلب وإحنا بنلبي. خليها طلعة. بريحها من الغدا. والله أنا يعني ما عنديش مشكلة، فليكن ذلك. حقدم لها هدية ثمينة إن شاء الله. بتستاهل أجمل هدية، بتستاهل خاتم، بتستاهل. أنا جاهز يعني. يعني حيكون خاتم إن شاء الله. خاتم هي بتعرف إنه، بس يعني حيكون لها خاتم إن شاء الله. نأخذها إن شاء الله طشة ونروح على مدينة النور، بنروح على مطعم. تضحك عليك. هي بتحب الورد، فأكيد راح أجيب لها ورد إن شاء الله. أنا حقدم لها هدية إني أخذها، وهي اللي تنقي الهدية اللي بتناسبها، هي بتختارها أيا كان يعني. الموضوع مفتوح لإلها. أوقات بتكون قصائد شعرية، أوقات بتكون شغلات هي بتحبها، فأنا متعود بعملها قصائد يعني، بهديها قصائد في هيك مناسبات. بس أكيد لازم يكون يوم مميز يعني، لازم أفكر بشغلة يعني، سواء للزوجة أو للقرش. لا لا لا، أنا بدي أعمل طشة محترمة وحلوة إن شاء الله. الطشة أوفر. نتقدم لها بالتحية والتقدير إن شاء الله في هذا اليوم العظيم. لكن بالعادة في هذا اليوم يجب أن نكافئ المرأة الفلسطينية على صبرها وعلى عطائها يعني. المرأة هي عيدها كل يوم وليس في يوم محدد. تحية للأم الفلسطينية، للأخت الفلسطينية، للبنت الفلسطينية. الواحد بيستذكر الجهد اللي بذلته الوالدة في تنشئتنا وتربيتنا، وبيستذكر الجهد اللي بتبذله زوجتي في تربية أبنائها. في اليوم المرة مش بيوم السنة، بكل أسبوع وبكل شهر وعلى الدوام. طبعا المرأة يعني هي نصف المجتمع. المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت. فإحنا ديننا أساسا يعني كرم المرأة من البداية، وفي كل مراحل عمرها كرمها. هي الأم وهي الأخت وهي الابنة وهي الزوجة وهي كل شيء في حياة الإنسان يعني. هو بلاها هي مش نصف المجتمع، هي أنا تقديراتي هي كل المجتمع. وهذه مناسبة لأبرق لها بأجمل التهاني والتحيات والمباركات. ربنا يخليها إلي ويخليها لأطفالها وأحبابنا أطفالنا يعني، ويعطيها ألف صحة وعافية ويديمها.